لما جاءت الحرب بال 2015 2017 لما احنا طلعنا الدواعي سوينا دروع بشريه فرشور للجميع، يعني توفت كثير عالم وتوفت والدتي وتوفى اخوتي اثنين، وانا من ذلك تصوبت بطلق ناري بظهري وانضرب عندي النخاع الشوكي فضرر رجلي يعني، فصرت عاجز لفتره 4 سنين. يعني عانيت كثير قبل ما اتعالج، فصارت الحياه كثير صعبه لحتى ما تعالجت يعني وصارت اموري احسن من اولي. بعد العلاج الفيزيائي صرت شوي شوي صارت اموري احسن، صارت نظرتي للحياه احسن يعني، وبعدها صار بدي انه اشتغل يعني. فلذلك رحت على منظمه صناع الامل وشافهم وضعي ووظفوني بمحل ميكانيك سيارات مشان شوي شوي ارجع اثبت وجودي. أنا أوجه رسالة لكل شيء واحد مصاب وكل شيء واحد ضرر نتيجة الحرب، إنه ما يوقف عند النقطة هاي وما يستسلم، يظل يحسن أموره، يزبط حاله، يعالج حاله، يحرك أموره، ففي سبيل ما يظل عند النقطة هاي واقف، لأنه ما بيشي ما يصير، كل شيء يصير، ما بيشي مستحيل.